بس حبيت أعقب لأنه اليومين هذه في لغط وكلام كثير على رجال الداخلية. أول شيء هم حماة الوطن، والكثير منهم ما يقصرون، وإذا كم موضوع يعني صار على كم شخص فيهم يخصه بشخصه ولا يخص الوزارة بكبرها والعاملين فيها وأفرادها عسكر أو مدنيين. هم تجاوزوا عنكم الفترة الأخيرة بكثير من الأمور، ويتعاونون مع الكل ويتساهلون وما يقصرون مع اللي توقف سيارته واللي يحتاج، واللي أصلاً أنت إذا تضايقت راح تدق على منو؟ راح تدق على وزارة الداخلية، راح تدق ويتواصل معك منو؟ أفراد الداخلية. هذا عملهم، يعطيهم العافية. أي والله يعطيهم العافية ويظل وجيههم والله يحميهم لنا. هم يعرضون نفسهم في عملهم، عملهم خطر جداً، يقفون في الشوارع، يدخلون أماكن محظورة، يدخلون عند ناس مجرمين، يعني يتواصلون مع فئات أنتم ما تتخيلونها. يعني حتى لو إذا تشددوا في بعض الإجراءات هم يشوفون شيء أكثر من حنا نشوفه. بحكمي كمحامية أنا احتكت معهم دائما، وهم الذراع الأيمن لنا يعني كشعب ولا كمحامين. والله جد يعني يعطيهم العافية وبيض الله وجيههم وما يقصرون كلهم كلهم. وأنا من عمري أقول قبل المحاماة حتى الحين أقول رجال داخلية فعلا ما يقصرون. مشكورين مشكورين والله يحفظكم.